نأخذها إلى بيتها. أحضر حصانها. ماذا تقول يا بيزارو؟ نتظاهر بأن هذا الغجري مجرد طعم؟ سنقول إننا نستخدمه لكي نمسك بيزارو. وأنت تعرف يا سيدي أن ذلك المجرم يسرع دائما لنجدة المحكوم عليهم بالإعدام، صحيح؟ إذن علينا أن ننصب له فخا. لا بأس يا بيزارو، إنها فرصة لنمسك بالوغد زورو. ولكن ماذا سنستفيد؟ سوف نقول إن المسؤول عن مقتل مفتش نائب الملك هو زورو، فالكل يعرف أنه قاطع طريق وعدو للتاج الإسباني. ممتاز ممتاز، لم لا؟ كيف لم أفكر في هذا من قبل؟ سننشر الجنود في أنحاء الميدان وسنكون في انتظار وصوله لنقتله فور ظهوره. لا تكن متأكدا يا بيزارو، لقد حاولنا مرات كثيرة ويبدو أن زورو يبتلع رصاصنا. وإذا هرب؟ إذا هرب؟ نعم، إذا هرب. إذا هرب سوف نطلب من نائب الملك أن يأتي بنفسه للتحقيق في الأمر. ويمسك هو بزورو. يا لها من فكرة ممتازة. أهنئك يا بيزارو، أهنئك، أفلتت بفعلتك هذه المرة. لا تقل شيئا لإزميرالدا. أين هي بالمناسبة؟ تأخرت، ابحث عنها. أمرك يا سيدي. ويمسك هو بزورو. يا لها من فكرة ممتازة. ماذا حدث يا سيد دييغو؟ لماذا ماريا أنجل فاقدة الوعي؟ لا أعرف، أعتقد أنها وقعت من على الحصان. ما كان يجب أن تخرج وحدها، لهذا خصص لها والدها عربة خاصة، فهي غاية في الرقة. ألموس، أرجوك أحضر لي ماء الورد لكي نفيقها. أعرف أنها ما إن تفتح عينيها ستشعر بصداع شديد. أمرك سيدي، ماذا تنتظرين؟ بسرعة، ألم تسمع السير؟ بسرعة. لدي ماء ورد في غرفتي، سأعود فورا. ماريا أنجل، ماريا أنجل، كم أنا مسرور أنك بخير، قلقنا عليك جدا. دييغو، ماذا حدث؟ وقعت من على الحصان. رأسي يؤلمني وأشعر بالدوار. هنا يؤلمني. أين بالضبط؟ هنا. هنا؟ أجل. أيها القائد، لم نعثر عليها للأسف. ماذا؟ أين يمكن أن تكون؟ ليست في البهو الأمامي، بحثت عنها في كل مكان في السجن لكن لم أعثر لها على أثر. عليها اللعنة، هذا ما كان ينقصني. أنا لا أثق بها يا بيزارو، فلتبحث عنها بسرعة.